النسيج في خطر، راه غننتحروا، راه غنموتوا، راه هاد القطاع النسيج راه قلبو لا مقوشه، كل ما الناس باش غيعيدوا باش غيعيشوا، بلا تكرفص علينا الناس كاين هنايا مساكن ما لاقيش حتى ما ياكلوا، جوعنا هاد السيد ضيعنا، الله ياخذ فيه الحق، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. القانون احنا عاد دولة حق القانون، ولكن ما كنشوفوش نشوفو القانون ونحوسو القانون. علاش انا غنعز الشركة شهرين؟ علاش؟ علاش غنعز الشركة شهرين؟ حيت واحد دار لي رقي وما بقاش لي حاسبو، هذا هو المشكل. علاش انا غنعز الشركة؟ علاش انا نعز الشركة؟ هذا هو المشكل. علاش انا نخدم مع واحد ويجي لي رقي ويمشي ونلقى واحد اللي يسال؟ علاش؟ حيت ما كاينش قانون، كون كان القانون كون، علاش حنا مجموعين هنا؟ علاش؟ على والو، على شي واحد اللي رزقنا وما لقينا اللي وقف الهضومه. هذا السيد قال لك عنده نفوذ، هو فوق القانون عنده نفوذ، كنطالبوا بصاحب الجلاله محمد السادس يدخل في اقرب وقت، راه الناسيج في خطر، راه غننتحروا، راه غنموتوا. هذا السيد شردنا العيد جاي، ولادنا بالجوع دايرين سينيه، كنطلبوا هذا الشيء عيب وعار. قال لك عنده نفوذ، بغينا الملك محمد السادس يدخل في اقرب وقت. وعاش الملك، عاش الملك. من عمال دينا هاد السيد راه شردنا، انا راجلي مريض وعندي ثلاثه الوليدات، شهرين هادي وانا باركت، واحد ما تيصرف ليا عليهم الا الله سبحانه وتعالى. رزقي كان في هاد الشركه وحرمني منه هاد السيد امين التازي. علاش؟ علاش يحرمنا هاد الاسر كاملين؟ كل ما الناس باش غيعيدوا باش غيعيشوا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا شافين نعيمه خدامه في دينا ماروك، كنا خدامين مع قاوري، كنا خدامين معاه مزيان وعايشين معاه، دخل في الاخر دخل هذا المغربي الشريك ديالو، ملي دخل ولا كيتماطل في خدمته، ما باغيش يخدم معانا هذا السيد، ما باغيش يخدم معانا من شهر واحد، وحنا كيهاون فينا وكيهز الخدمه وكيديها لشركات اخرين وكيخلينا حنايا. دابا حنا لاكيس حبسها، راه سيرو نحبسها، ما بقيناش كنستافدوا. احنا باركين دابا في الشركه ما مخلصناش هاد السيد، احنا باش غنعيدو؟ اش غناكلو لولادنا؟ ما عندناش والو. عباد الله باركين تما كتب، حنا كنطلبو العشاء ولا تكرفص علينا، الناس كاين هنايا مساكن ما لاقيش حتى ما ياكلو، بزاف هادشي. تلباتو في الشركه من رمضان وحنا تلباتو في الشركه، وفكينا الاعتصام ديالنا وجينا ثاني ولقينا الباب مسدود، وثاني تلباتو من ولادنا بلا والو، تخافوا علينا ولادنا، تقولوا لنا تلباتو في الشركه. انا دخلت عندو صغيره ما مجوجاش، جوجت هذاك اللي بدات عندي، جوعنا هاد السيد ضيعنا، الله ياخذ فيه الحق. الحشومه عليه فار، خدمنا معاه ليل ونهار، انا كونترول معاه، الله ياخذ فيه الحق. كنبقى معاه الليل، كنخدم معاه في رمضان وكنرجع من الفطر بالزربه نعمر راسي ونرجع نخدم معاه لي سبور. السيد كيطلق لي حتى لوحده الليل في رمضان، نخرج حتى لسته العشيه. اش من قانون هذا؟ اش من قانون هذا سيدي؟ اش من قانون؟ يعطيني رزقي، رزق وليداتي، ضيعني بزاف. دخلت عندو صغيره، انا كبرت حتى واحد نبقى خصني نخدم معاه، انا كبرت في الشركه خصني ناخذ حقي منها، وليداتي باقيين صغار. حشومه علي، انا مريضه حشومه علي. ضيعنا بزاف السيد، الله ياخذ فيه الحق. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يرحم الوالدين. عرفت كتافنا، حنا ما طالبين منه حتى شي حاجه، طالبين منه عرفت كتافنا. شهرين ما مخلصينش، انا مذكره كل مره تدق عليا وليت تنحشم. حشومه راجلي مريض، حشومه هذا هو خيرنا اللي درناه فيك. تلعامل تيوالي المشكل اللي عندنا هو اننا احنا كنا خدامين مع واحد انجليزي لمده 17 سنه، ان فوا شراها هذا التازي امين
ولا حنا كيشردنا ما كنتخلصوش لا في الشهور ديالنا، لا سينيسيس ما بقاش، الامو ما بقاش، لا سيرونس ما كاينش، حتى حاجه ما بقات عندنا في الحقوق ديالنا، لدرجه اننا مشينا نعيدوا العطله تاع العيد واحد يومين، ملي رجعنا لقينا ديالنا لاضات على 25، ملي صبرنا حتى 25 جينا ما لقينا والو، دوزنا واحد الاسبوع ما كاين والو، جينا واحد النهار كنلقاو الشركه كنتفاجئوا بها بان القفل بقى محلول، دخلنا جلسنا، حنا دابا كنهضروا معاه استدعاءات باش يتواجه معنا، السيد ما كاينش، مرة يقول لنا راه في اسبانيا، مرة يقول لنا في المغرب، يعني ما كاين حتى شي حل، وهذا السيد تازي كيقول لك هو فوق من القانون، وحنا راكين على الله والملك والوطن. شرا الشركة من عند البلويد، وجيت النهار الأول دخل عندنا قال لنا أنا شريتها ب 51%، ولويد عنده 41 عنده 49%، يعني غير شريك. وبقات غادا بواحد بالتباطا بشوية 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 بشوية، حتى واحد النهار كنتفاجئوا أن الخدمة قال لا ما كاينش خدمة، ما كاين لا خدمة لا والو، كيعطي علينا النهار كي نهار الشهر الأول اللي جا فيه بدا كيعطي علينا الخلاص، كنا كنتخلصوا في واحد ولا كيخلصنا خمسة ستة في عشرة كيتماطل علينا، وشنو بدنا كنتفاجئوا بأن الأمو ما مخلصهاش، الناس بغاو الزرورة ديالهم ما كيبقى والو، صحاب راس سينيسيس ما مخلصهاش، واحد قاعد يضرب صبعه ولا طاح شي حاجة جرحة ماشي لعيبة ما كاينش لاسورانس، يعني ما قاعد هو غادي كلاها، بالك المفهوم هذا كلاها، كلاها تجيبو باش يعطي راس سينيسيس حقها ويعطي لاسورانس حقها ويعطي الحفاظ حقه. واش دكور شي ضرب جيبو ضيعنا وقدام امام عيون المسؤولين، وهادشي كله وهادشي كله امام عيون المسؤولين، وكنوجهوا من واحد 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 النداء المسؤولين العماله ولا في الولايه ولا في الرباط ولا المسؤولين على القطاع النسيج، راه تنقول لكم راه هاد القطاع النسيج راه قنبله موقوته، راه في اي لحظه تقدر تنفجر، غير نتوما استعدوا للعواقب ديالها، الا كنتو مستعدين مرحبا، ما كنتوش مستعدين عطيو الناس رزقها، راه الناس راه كتموت بالجوع، الانجليزي كنا نهار خمس القوانين ديالنا محفوظه، لاكي زيانه المسائل ديال القوانين ديالنا كل حاضره، هاد السيد هذا جا اول حاجه وصل لك الدريبات ديالك كل جميع الانواع اللي كتستافد منها حيدها لك، دابا حاليا دابا راه كيسد كيخلي لك بلاد بدون اعلان بدون سميتو كيمشي كنلقاو شركه مطرقه دابا حاليا دابا العيد العيد خلينا بلاك السؤال المصاريف دابا العيد كبير ها هو جا لا كونجي لا شهرنا لا المسائل القانونيه كلها ما كاينش شحال انتم تقريبا شحال 150 دابا 150 راه النص جا والنص باقي حاضر الشركه دايرين الاعتصام تما كاين وحشومه هذا الشيء اللي كيديروا فينا حشومه العيد دابا احنا باش غنعيدوا حنايا الناس كيعيدوا حنا جالسين كنطلبوا واش غنطلبوا راه عينا ما نطلبوا حشومه وعار عار وحشومه احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون واخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.